تشابه similar figures. لدينا هنا الفراكتلات، أشكال هندسية يمكن تقسيمها إلى أجزاء أصغر من الكل مع المحافظة على الشكل نفسه كما نرى، مثلثات وكذا. إذن يكون الشكل أو يكون الشكلان المتشابهين similar figures إذا كان يكونان إذا كان لهما الشكل نفسه، وليس بالضرورة أن يكون لهما المقاس نفسه. يستخدم هذا الرمز هذا للدلالة على أن الشكلين متشابهان. لنرى مثلا هل بينهما تشابه في واي دبليو مع اكس يو زد؟ هل متشابهان؟ لا يتشابه المثلثان، لأنه هنا يعني لا يتشابهان. نلاحظ أنه هنا قائم وهي متساوية يعني الأضلاع والزوايا، وهنا بوتر قائم بوتر، إذن لا يتشابهان. هل يتشابه هذان المثلثان؟ نعم، حكينا أنهما الشكل نفسه، ليس بالضرورة المقاس، يعني هنا مش ليس نفس المقاس، إذن الشكلان متشابهان. هذا المثلث DEF يشابه ABC المثلث الآخر. إذن المضلعات المتشابهة أيضا similar polygons، مضلعات زواياها متناظرة متطابقة وأطوال أضلاعها المتناظرة أيضا متناسبة. ما هو المفهوم إذن؟ مفهوم التشابه نعبر عنه بالكلمات، إذا تشابه مضلعان فإن زواياهما المتناظرة متطابقة. إذن الزوايا متطابقة، المتناظرة متطابقة كما نرى هنا، وأطوال أضلاعهما أيضا أطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة كما نرى هنا. إذن بالرموز ممكن أن نعبر عنها بالرموز التالي، إنه المثلث أو المضلع التالي EFGH يتشابه، يعني بهكذا نعبر عنها، فإن المضلع EFGH يشابه ABCD، فالزوايا المتطابقة زاوية H مع زاوية D، نلاحظ أنهما كلاهما يعني قائم، أيضا زاوية G مع زاوية C كما نلاحظ فرقت بشحطتان، أيضا زاوية E مع زاوية B، كذلك زاوية E مع زاوية A. أيضا وهناك النسبة بين أطوال الأضلاع المتناظرة متساوية، ف E كما نرى EH هذا الضلع أيضا يعني النسبة بين أطوال الأضلاع متناظرة متساوية EH مع AG، كذلك GH مع CD كما نرى، وأيضا FG مع BC كذلك، EF مع AB. إذن هذا هو مفهوم التشابه، نكرر لهما نفس الشكل وليس بالضرورة أن يكون لهما نفس القياس.